صباح الخير أنسة الرياضيات أولادين. بحياتنا بنستخدم بطبيعة الحال الوحدات للقياس. في بالرياضيات تخصيص للوحدات بتساعد في إنه نختار الوحدة المناسبة للقياس الشيء المطلوب، بالإضافة إلى إنه في مضاعفات لها حنتعرف عليها. ونبلش أول شيء بوحدات الطول، نروح على البورد سوا عشان نتعرف على وحدات الطول وكيف ننتقل من وحدة إلى وحدة. يلا. في نظام القياس المتري، الوحدة الأساسية للقياس الطول أو البعد هو المتر. المتر، وبالنص له بحرف الام. طبعا بهذا الشكل مضاعفاته للمتر، فوق بيبقى الأكبر من المتر وتحت بيبقى أصغر من المتر. واضحة أنا بالشكل كيف كل كلمة مقابلة الرمز تبعها بالإنجليزي. نتبلش مع بعض: كيلومتر، هكتومتر، ديكامتر، متر، ديسيمتر، وسنتيمتر، ومليمتر. ننتقل لبعض المسائل اللي كتبتهم على اللوح. واحد كيلومتر يساوي فراغ هكتومتر. نرجع للشكل عنا، هون كيلومتر وهون الهكتومتر. طبعا لانه في عنا درجة واحدة فقط، فالفرق بيناتهم فقط 10 أجزاء، وبالتالي نضرب ب10. اخترت ضرب لانه انا بنزل من الكبير للصغير، فلازم يكون عملية الضرب. فنضرب الواحد ب10 وبيعطينا 10 هكتومتر. 15 ديكامتر يساوي قديش ديسيمتر؟ واضح عنا هون بالشكل ديكامتر هو موقعه بنحدد بهالطريقة، والديسيمتر هون في عنا درجتين، درجة تانية، وبالتالي أنا مضطرة أضرب هالمرة بدل العشرة بمية، لأنه هون 10 وهون 10، 10 ضرب 10 100. كمان برجع بقول لأنه نحن بدنا ننزل فبدنا نضرب بمية، وبالتالي 15 ضرب 100 يساوي 1500. آخر وحدة كتبتها 52 ألف متر يساوي قديش كيلومتر؟ منحط أصبعتنا هون على المتر اللي هي الوحدة الأساسية، ومنشوف الكيلومتر فين؟ هون فوق. وبالتالي أنا مضطرة أطلع بطلب من الصغير للكبير، فأنا مضطرة أتجي حسب السهم تقسيم هالمرة، ولكن هالمرة ما حقسم على 10 لأنه في عنا كذا درجة، في عنا 3 درجات، وبالتالي 10 ضرب 10 ضرب 10 بيعطينا 1000. 52 ألف تقسيم 1000 بيعطينا 52. ننتبه كتير إمتى منقسم وإمتى منضرب، وقديش لازم نضرب وقديش لازم نقسم حتى يعطينا النتيجة صح، وأكيد هذا الشكل مطلوب منا نحفظه. هالمرة رسمت الشكل بتعلق بوحدات قياس الكتل، والوحدة الأساسية أو الدولية لقياس الكتلة هي الجرام. طبعا فوق بيبقى الأكبر وتحت بيبقى الأقل. خلينا سوا نتعرف مع بعض: كيلوغرام، هكتوغرام، ديكاغرام، جرام، ديسيغرام، سنتيغرام، ميليغرام. ومثل ما عرفنا انه من فوق لتحت، يعني لما بنتحرك من اعلى الى الاسفل لازم نستخدم الضرب، ممكن يكون 10 أو 100 أو 1000 والى اخره. واذا كنا بدنا نطلع بطلوع بنستخدم عملية القسمة 10 100 1000 وهيك حسب عدد الدرجات او التحويلات. ناخذ اول مثال يلي هو 15.68 ميليغرام للديسيغرام. خلينا نشوف، اول شيء بنحط ايدنا على المليغرام، هون المليغرام والديسيغرام هون، فواضح احنا عم نتجه من تحت الى اعلى، معناتها عمليه القسمه بدها تكون عمليه القسمه على حسب بعد الدرجات. عندنا هون درجتين، 10 في 10 100. اذا هون بدنا نقسم على 100، ولانه في فاصله عشريه بتتحرك الفاصله العشريه من اليمين الى اليسار بعدد الاصفار يعني منزلتين، بصير عنا بهالطريقة 1568 جزء من 10000 ديسيغرام. طيب ننتقل للمثال الجديد، 5 و 3178 هكتوغرام قديش فيه سنتيغرام؟ هكتوغرام بنحط ايدان هكتوغرام اللي هو هون، وقديش فيه سنتيغرام؟ أصبح نحن عم ننزل بنزول، وبالتالي بدنا نستخدم الضرب. كم درجة عنا؟ 1 2 3
أربعة. معناتها بدنا نضرب 10 في 10 في 10 في 10 بتعطينا 10,000. وكمان لأنه في فاصلة عشرية بس بالضرب بتتجه الفاصلة عشرية من يسار لليمين بعدد الأصفار، بتصير 1 2 3 4، بتصير يمين الثمانية، بتصير الناتج عنا بهالطريقة. طبعاً هوني ما بقى لها أهمية، بتصير 53,178 سنتيغرام. آخر وحدة 17 جرام، قديش فيها ملي جرام؟ ها 17 جرام يعني نحن هون، وبدنا نحوله للملي جرام يعني لهوني. طبعا كمان بدنا ننزل وبالتالي نضرب درجة درجتين، 3 10 في 10 في 10 في 1000، أصبح معناتها 17 بدي أضربها بألف بتصير 17,000. لهون خلص درسنا عن الوحدات، بس انتو لازم تتمرنوا كتير على المسائل مثل هاي حتى تتمكنوا من التحويلات. ان شاء الله بنشوف بعض بالدرس القادم. سلام.